أجيال جاب تلغون، أحكي ألغاز وحكايات، كلامك يفتح لعقول والغازك حكمة ومعلومات، بالمستقبل جاب رسول وعلمنا بزاف حاجات. أنا الإمبراطور منصور، كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور، مارق بكل العفسات، جاوا عندي من كل برور، اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ اتخبرني بالأحجيات. مولاي أنا الأميرة لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة، علم ونور واختراعات. التلفزيون؟ وشنو هذا؟ التليفون. ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور، عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الامبراطور منصور اذكى الاذكياء عبر العصور، الكل الالغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق لاخبر اللونجة بنت الغول، اميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والراي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. الإمبراطور منصور والإمبراطورة بدر البدور، أجمل جميلة في العصور. سلام حضرة الإمبراطور. سلام. تفضلي لونجا. لا 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 تفضلي تفضلي. مبروك عليك بدر البذور. شو تشكر لر هوش جلدين. بابا 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 لونجا، حتى التركية تعرفيها؟ بالطبع يا حضرة الإمبراطور، هذه هي لونجا اللي حكيت لك عليها. ما شاء الله ما شاء الله، شابة بزاف. ما لانش لي دوختيهم وهبلتيهم، أحجية تاعك في اسطنبول سمعنا بهم. شكرا يا حضرة الإمبراطورة. إما لا، اسمعي الأحجية تاع اليوم على خاطرش رانا معولين عليك بدر البودور. خليها ليا. حضرة الإمبراطورة بدر البودور، رانا سمعنا على قفاستك، بصح بعد إذنك خلي التحدي بيني وبين الإمبراطور منصور، لأنه أذكى الأذكياء عبر العصور. صح لونجا كلامك معقول، بصح رانا رايحين نولي وسحابة على طول. إن شاء الله إن شاء الله. إما لسمع مليح وركز، يحسب يصور ويكتب
هو في البيرو الأساس كان حجمه أكبر من البيت وسومته بالمليارات، أما اليوم صار محمول ويعطيك كل المعلومات، ما يخطي كبير ولا صغير، وبيه تخدم الإدارات. هيا بدر البودور هاي. صعيبة يا أفنتم. هيا صرنا هيا هيا صرنا. فوزير رمضان 2016 تضرب لكم موعداً مع المفاجآت، هدايا كثيرة في انتظاركم يومياً، تلفزيونات، مكيفات هواء، هواتف نقالة، ورحلات سياحية. والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في. شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال، وارسل CH1 للاقتراح الأول أو CH2 للاقتراح الثاني. حظ سعيد للجميع. صحة رمضانكم. ركز وفكر، ركز وفكر بالك تفرح، افهم واشرح وراجع المعلومات، شارك والعب امرح وفرح، تقدر تربح تقدر تربح إذا صبت الإجابات.